مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من أمام البرلمان. الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين في وقفة احتجاجية يطالبون بإسقاط المادة 15 و45 مكرر من مشروع قانون المالية 2023. طبعا انا سيدي يا سيدي مرحبا. انتم الان المره الثانيه توالي اللي كتحضروا هذا العمليه ديالكم في احتجاج ضد مشروع قانون المالية 2023، شنو هي المطالب ديالكم انتم كمهنيين في القطاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز جبوري محاسب معتمد. هذه الوقفه هي الثانيه بعد استنفدنا كل الطاقات يعني من اجل يعني اصلاح الوضع وارجاع الوضع الى حاله الطبيعي، اعتمادا بان المشروع قانون الماليه 2023 جاب مقتضيات مجحفه يعني ضد يعني المقاولات الصغرى والمتوسطه خاصه يعني المهن الحره، وبالتالي هذه المهن الحره ما اصبحتش خاضعه يعني للتدريب يعني وفق النظام العام، بل انها ولات خاضعه للتدريب يعني بمقتضيات قوانين جديده اللي هي يعني خارج اطار يعني القانون وخارج اطار المشروعيه. عاده حينما يكون مثلا استثناء بالمدونه العامه للضرائب، هذا الاستثناء يكون من اجل اعطاء وضع تفضيلي لفئه معينه، الا ان ما لمسناه في 2023 هو اجحاف وتضريب بطريقه غريبه المهن الحره، اي الاقتطاع من المنبع يعني من رقم المعاملات بغض النظر على الحصيله السنويه. اذا هذا الاقتطاع من المنبع سيسبب يعني اثر كارثي على المقاولات وخاصه على الميزانيات ديالها، مما يهدد باغلاقها. وشكرا. يعني الماده 15 و45 مكرره، يعني شنو هما هذا الماده المشروع القانون الماليه جاب استحداث يعني فقرات جديده من الماده 4 واستحداث يعني والماده 170، وجاب مقتضيات من احداث مادتين جديدتين هما اللي كيثيروا الجدد، هي الماده 15 مكرر والماده 45 مكرر. هذه الماده 15 مكرر هذه هي اللي غيرت مبدا التضريب. مبدا التضريب اصبح هو قاعدته هو رقم المعاملات وليست الحصيله السنويه. هذا يعني هذا مبدا التضريب سيؤدي في المحصله الى تضريب هذه المكاتب ديال المحاسبه والمهنيين يعني بطريقه ازدواجيه. يعني التضريب من المنبع على رقم المعاملات بغض النظر على الحصيله السنويه، هي اكثر من ذلك سيؤدون الضريبه وفق يعني النظام العام، وبالتالي غيكون هذه المكاتب المحاسبه امام يعني ازدواجيه ضريبيه. الضريبه من المنبع اعتمادا على رقم المعاملات ثم الضريبه على الحصيله السنويه. شكرا. شكرا. مشاهدي قناه شفت فيديو، احنا باقيين معكم في الوقفه الاحتجاجيه من امام قبه البرلمان من طرف المهنيين في قطاع المحاسبين او اللي منظمها الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين، واللي كيطالبوا باسقاط الماده 15 و5. صوت المهني المناضل وصوت المهني الذي يؤدي الضرائب ويحث المقاولات على اداء الضرائب، صوت المهني الذي قدم وما زال يقدم خدمات جليله تجاه الوطن وتجاه المقاولات المغربيه وخاصه الصغرى والمتوسطه. قبل ان استرسل في كلمتي الختاميه لهذه الوقفه المباركه والناجحه والتي تعبر على المستوى الكبير ديال المهني المحاسبه بالمغرب والمهنيين اخرين من اطباء مساحين وكل الهيئات التي شاركتنا في هذه الوقفه المباركه التي ستظل تاريخيه. هناك وقفات، هناك تصعيد سيتم الكشف عنه في بيانات رسميه من هذه الهيئات التي حضرت اليوم. قبل ان استرسل في كلامي وفي كلمتي الختاميه، ادعو زملائي الاعزاء، ونحن بالامس القريب فقدنا واحد الزميل كان يشاركنا هم القضيه وهم المهنه وهم الوطن وهم المقاولات الصغرى والمتوسطه، كان يشتغل في صمت وفي قلبه حرقه وفي قلبه وطنيه وفي قلبه نضال. نقرا على روحه الفاتحه اليوم في هذا المجمع.
السي واحد الاسم ديال الزميل شهيد عبد الاله هو من المحاسبين الذين توفوا بالامس القريب ومعه قلت كل شهداء الوطن وكل شهداء المهنه وكل شهداء المغاربه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلت بلاغ نهائي لهذه الوقفه. تحية إيطالية للزملاء والزميلات، تحية للمحاسبين المعتمدين والمحاسبات المعتمدة. نهجا لسياسة نظرا لنهج سياسة الآذان الصماء برفض التعديلات المقترحة التي تقدم بها كل المئات وكل النقابات وكل الجمعيات على مشروع قانون المالية لسنة 2023 ونظرا للتصويت أمام البرلمان بالغرفة الأولى وتعبيرا عن رفضنا المس بمقتضيات دستور مملكتنا الشريفة وتأكيدا لتشبتنا بمبدأ العدالة الجبائية ووعيا منا بخطورة الوضع على استقرار مهنة المحاسبة ومستقبلتها وعلى باقي المهن الأخرى واستكمالا لمسلسلنا النضالي نعلن للمؤسسة التشريعية والتنفيذية وللرعي العام الوطني والدولي والمهني تنديدنا بالطريقة التي دبر وتدبر بها الحكومة استخلاص الضرائب المفروضة على المهن الحرة. رفضنا للتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2023 استنكارنا بشدة لعدم حذف المادتين 15 مكرر و 45 مكرر المرتبطين بالاقتطاع من المنبع وكذا عدم سحب المادة 19 المرتبطة برفع سرعة الضريبة على الأرباح العقارية على الأرباح على الشركات الصغرى من 10 إلى 20%. مطالبتنا الفورية للغرفة الثانية بتدارك الموقف بنسخ المادتين 15 مكرر و 45 مكرر وكذا الإبقاء على سعر الضريبة على الأرباح على الشركات الصغرى في حدود 10%. لهذه الأسباب نقول للمشرع ونقول للغرفة الثانية أنتم أمام التاريخ وأمام مسؤولياتكم تجاه الوطن وتجاه المحاسب وتجاه المهنيين وتجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل الاستجابة لمطالبنا وهي في الحقيقة مطالب وطنية ومواطنة وحقيقة ودستورية من أجل ومشروعة من أجل إحقاق الحق وهي الوطنية. أداؤنا للضريبة واجب وحقوق. تحية نضالية. نبلغ الوزارة المعنية على أننا على استعداد لوقفات أخرى وليس بالرباط وإنما بجميع ربوع المملكة وهذا قرار اتخذناه من ساحة النضال التي تعرفنا ونعرفها وتحية نضالية.